زينة قبيلة شوية طلبت منك إنك تمسكي تو نطلب منك إنك ما تمسكيش باش نرجعلك تصويرة هي بيدها. فسرنا. كان تعدى يوم السبت سامي الوافي وقال أنا ما نحكيش عليها. من المفروض أنا اللي ما نحكيش عليه معناها. أي هو قال أنا ما نحكيش عليه. المفروض أنا باش نحكي لك حاجة. نورمالمون ما نجاوبش على أسئلة تافهة بالحق خاطر هذايا بالنسبة لي باش نجاوب باش نتحاور زينة قسرني تتحاور على سمير الوافي حاجة تافهة. ما تهمنيش فني. ما تهمنيش في حياتي الاجتماعيه وما تهمش المجتمع اللي هو يتفرج فينا. اللي يحكي قال لك مثلا راهي ما نحكيش عليها سيد هذا معناها مشي بالذمه باش يغطي لي تظاهره معناها مهرجان عملته انا مهرجان تونس ربيع تونس فرنسا وما نحبش راني بالحق ما يستاهلش باش نحكي عليه ما يستاهلش مي انا باش نوضح الانسان هذا لقاني قدام بوتيك شانيل وحكيتها قبل وحكيتها في اذاعات قبل ودوب ما روحت لتونس حكيتها وكان صارت الحكايه في تونس راني عديتها المحكمه زاده اما صارت لبرا من تونس. انت تلقى فنانه مشهوره محترمه جيت كيما الناس الكل قدام بوتيك شانيل باش نتفرج ولا نشتري ولا كيما الناس الكل تقول لا حبس 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 هذه تستحق التصوير هذه زينه وقدام بوتيك شانيل اي شنو المشكل قلت شنو الغريب فيها؟ قال لك غريبه قلت له شنو هي الغريبه؟ قال لي بدنك مش متاع شانيل اسمعني خلي نحكي عادي شوف هي شانيل ستين مارك والعبيد راهي ما تتقاسش بلباسها انما الامم اخلاق او لتكون هو في خلقه انسان ظهر لي فاسد هذاك علاش قلت انا اكبر فاسد فهمتني باش يقول والله نشكي بها قول له اربع من الناس شاهدين عليك والاربع من الناس لتو احياء الانسان الجيني معناها يطيح لي من قيمتي يطيح لي من كرامتي يطيح لي من قدراتي الشرائيه انني قادره نجي والبدنيه سامحني والجماليه معناها سامحني انت انسان حقار انسان في بلاد الناس حقرك شمش ترجع لي الى يومنا هذا نقول له نضحك الربي الى يومنا هذا نقول له مانيش مسامحاتك الى يومنا هذا نحكي بيك ومن حقي باش نحكي بيك كما انت تستضيف فنانه باش تحكي وتسالها كما تحب انا من حقي باش ننقذك كاعلامي ما عطيتنيش قدري اي تو هو باش يمشي في بالهم ويقول لك احنا جايبين زينه باش ترجع الفازخ كيما قال ما نرجعش انا ما عنديش وقت قالوا جايبينها والله رب العظيم كان سالتني على مقام موسيقي او سالتني على ميزان او سالتني على فرقه او سالتني على تظاهر او سالتني على حاجه معناها تابعه فني تكون عندها فالور كبير خير من السؤال اللي سالته لي معناها انا جست نحب نوضح للناس و جو في ايفيتي سا معناها ماذا بيا راني تخلوني بعيد على هذا وعلى ذاك وباش نوضح حاجه سامي الفهري ما برمجش معايا حد سؤال باش نقول للامانه وعرفته باش يقص وقلت له براس بناتك ما تقصش وما جبتش الموضوع هذا عند سامي فهري اول مره خاطر انا جبته في اذاعات سابقه ووجعتني الحكايه عندي صافي لونتون ايش يهمك فيه انت؟ هو يحكي ما نعرفش لو انت كي انت مش عاطيني قيمه انت الواه تجبد فيا اصلا الواه تحكي عليا اصلا نوف الورتين يحكي عليا نوف هذيك هي مهمته التقطيع والتريش والفتنه والنميم معناها يلزمو يجيبك. ما منشطين كلنا احنا هذيك مهمتنا. هذيك مهمتكم انا ما نجمش اسمعني اسمعني. نورمالمون علاش زينه قسريني سامحني علاش زينه قسريني في كل بلاتو تحكوا عليها زينه ريق الليله ومهمتها فن زينه امراه حد روحها مهمتي الفن. نو ماهيش فن. معناتها زينه حاب نفهم معناتها حس ما هو فهم انه زينه ما عندهاش حق من شانيل مثلا. نعم. معناتها زينه ما يلزمش هو ما عندهاش الحق يصورني انا. على حسب تو انا انت تعرف اسمعني سامحني انت تعرف اللي انا سنين وتوجا احسن فنانه شعبيه وهذا تستحق تصفيقه واحده ربي يخليك وهذا حسب صابر ارى يعني مش حسب اعلاميين ولا ثم ولا في حفله تتويج وفرحت لك برشا يعطيك الصحه بالرسمي تستحق تصفيقه قويه برشا تستحق الجائزه بالحق انا كنشوفك هكاك معناها انا في نيفو نخدم على روحي فنانه ونسعى باش نعطي صوره باهيه لتونس وطلعت للخارج باش نعطي صوره باهيه لتونس، هو ما يعرفش زينه قسريني قداش من ولايه عامله فيها ماني من ولايه اجنبيه، انا عامله في اكثر من 78 ولايه اجنبيه حفلات الفن الشعبي بتاع تونس نقدم فيه، زايره تقريبا اكثر من 13 دوله. معناها وانا نقدم في الفن الشعبي التونسي باش تجي انت تقول والله كيفاش تشري من شانيل، والله انا حتى كي نشتري من الفريب انا زينه ديما نبقى ديما اخلاقي عاليه. باش شريت من شانيل والله لا شريت شيء والله انا كان شريت بالحقيقه انا اسمعني اسمعني هو اصلا ما تشوف نغص عليك روح كيف تشري ولا ما تخلي معاك تشري يا مروه صدقني هو البوتيك اصلا مسكر هاي نحكي من الشعب قدامه
احنا نتفرج يعني احنا ندوروا وكان نهار حد وانتم تعرفوا اللي فرنسا نهار حد مسكر احنا ندوروا الناس الكل الناس الكل نشوف انا راهم ما نقيمش نفسي بالشانيل والديور هاني قلت لك راني نهبط للثريب ونلبس وديما نبقى زينه ونمشي لديور ونلبس وديما نبقى زينه ما نتبدلش يعني هيك زينه انا نحب الشعب يريني معاه في الفريب ويريني معاه في البوتيك الصغير وكيما انا مثلا نشتهي شانيل ماش باش تزيدني حاجه ولا باش تطلعني معنا شانيل مريم شنو رايك انت ها ذكرتني مريم دبيره حاضره معنا مريم انا نحب شانيل نحب شانيل انا كان جيت كيفك نولي نشري مع شانيل كل مره نتاقيه هكاك كل جمعه نتاقيه كل ما تشري تاقيه تاقيه هو كل جمعه تاقيه والله صبر شانيل تاقي سمير ريفي ما هوش سمير شانيل تاقي سمير اسمعني ممكن ياسر شانيل تناديني تعدي له جمعه هكاك ممكن شانيل شانيل ينادوني مؤسس شانيل ونعمل انا ما حضرنا حضرتنا لف لفه كفيت فيه.